فيديو أثار جدلاً كبيراً وتفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تحديداً. يظهر فيه أمير سعودي وهو يعتدي بالضرب على عدد من المواطنين. هذه الواقعة تحولت إلى حديث الساعة على مواقع السوشيال ميديا في العالم العربي، وتصدرت هاشتاج أمير يعتدي على مواطنين قائمة التداول على موقع تويتر. وقبل الدخول أكثر في حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان الذي سينضم إلينا الآن مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، دعونا نشاهد أولا مقتطفات من هذا الفيديو الذي نلفت انتباهكم إلى أنه يحتوي على مشاهد قاسية. والله ما سويت شيء، والله العظيم ما سويت شيء، والله لو مسوي شيء بقول، والله العظيم ما في احسن من رب العالمين احلف فيه. توقفوا، ما انا مش عارف انا. توقف سيارتك عندي يا تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفه هنا. طيب انا خلي. حرك السيارة الحين يا الحين. الحين يا تحرك السيارة. سننتقل الآن مباشرة إلى لندن للقاء الأستاذ يحيى عسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان. أستاذ يحيى، أهلا بك معنا اليوم في بيلينك. يعني السؤال الأول لإلك، هل ترى أن هذه التفاعلات الكبيرة التي تسبب بها هذا الفيديو بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي مبررة؟ بالتأكيد مبررة، لأنه تويتر هو الساحة الوحيدة لدينا كمجتمع سعودي. في المجتمعات الحية والمجتمعات الصحية يكون القول الفصل في مثل هذه الأحداث هو للقضاء، والمجتمع يراقب والإعلام يغطي بنزاهة كسلطة رابعة. أما الذي يحصل في المجتمع السعودي فإنه إذا لم تحصل تغطية مصادفة مثل ما حصل من تسجيل لهذه الفيديوهات، وإذا لم يحصل تغطية ضغط شعبي مثل الذي حصل في تويتر، فإنه لا يحصل أي اتخاذ لإجراءات حقيقية. نعم، ومن يعني من ضمن هذه الردود الأفعال والتغريدات التي وردت في هاشتاج أمير يعتدي على مواطنين عبر موقع تويتر تحديدا، سأقرأ هذه التغريدة التي وردت عبر حساب Arab Activist التي ورد فيها: أخبروني ما قيمة الأمن والأمان إن لم نكن نملك كرامة؟ ماذا يعني وجود مقاطع أسبوعية تبث سرقات مسلحة للأمن والأمان؟ وهنا السؤال، يعني ما هو دور أو الدور الذي تلعبه اليوم عدسات السوشيال ميديا في الكشف عن أمور وممارسات من هذا النوع؟ السوشيال ميديا اليوم هي من تكشف أكاذيب السلطات السعودية التي كتبت قبل فترة بأن هذا الأمير سوف يلقى الإعدام. هذا ما كتب في عام 2013 ونشرته الصحيفة المقربة من السلطة السعودية، صحيفة سبق. السوشيال ميديا اليوم هي التي مكنتنا جميعا أن نعرف ما الذي حصل، ومكنتني أنا وأنت أن نكون موجودين على هذه الحلقة ونتحدث عن هذه الحادثة، لأنه قبل سنوات كانت تحدث هذه الحوادث بشكل متكرر جدا، والجميع يعرف، وخاصة من يسكن في مدينة الرياض وجدة، ماذا يعني عندما تتوقف بجانبك سيارة ويقول لك أنت ما تعرف مين أنا، وينزل ناس من الخلف ويوسعون الأشخاص ضربا في أطراف الشوارع دون أن يقتص لهم أحد. الجميع في المجتمع السعودي يعرف ما الذي يحصل لهم إذا احتل أمير أرضه أو أخذ أملاكه أو اعتدى عليه، أنه لا يستطيع أن يأخذ خطوة واحدة باتجاه المقاضاة أو باتجاه المحاسبة. السبب في ذلك يا عزيزي هو أنه لا يوجد لدينا قضاء مستقل، هو أنه لا يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني، ولذلك كل من يقول أنه سيتم التعامل مع هذه الحادثة، نحن نقول أن هذه الحادثة هي حادثة غطيت عرضا وتم الحديث عنها عرضا من بين حوادث كثيرة جدا. الحل ليس في معالجة حادثة واحدة، الحل هو في دولة الحقوق والمؤسسات، الحل هو في سيادة القانون الذي يكون شفافا وعادلا، والجميع يكون تحت هذا القانون على قدم المساواة. نعم، قبل متابعة حديثنا سنشاهد الآن مقطع فيديو يتم تداوله بكثافة أيضا، يوثق لحظة إلقاء القبض على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود من قبل الشرطة السعودية، ونعود بعدها لمتابعة هذا اللقاء. Thank you.
نعود لمتابعة لقائنا مع الأستاذ يحيى عسيري. يعني كما رأينا منذ قليل في هذا المقطع، كشف يعني مواقع التواصل لمثل هذه الانتهاكات ساهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية برأيك، بعدما رأينا أمامنا الآن يعني منذ قليل كيف تم إلقاء القبض على الأمير المعني؟ وساهم في الضغط على السلطة لاتخاذ بعض الخطوات، والتي قد تكون في كثير من الأحيان هي خطوات تجميلية وليست خطوات حقيقية. أما أنه ساهم في العدالة فلا، العدالة لا زالت بعيدة للأسف، وحقيقة هي لا زالت بعيدة عنا، وذلك لأنه من أمر بالقبض على هذا الأمير ومن يعني قام عدد كثير من الأشخاص الذين يجيدون فن التطبيل وفن الإشادة بالقرارات الحكومية قاموا بالإشادة بالملك سلمان، هو نفسه من أصدر هذا القرار في العام 2013 لتنفيذ حكم الإعدام على نفس الأمير وبنفس الاسم. ولولا أن قدرة الله شاءت أن يكون بعض النشطاء لديهم القدرة على أخذ رقم لوحة السيارة والتأكد من هوية الأمير ليكتشفوا أنه هو نفسه الذي صدر عليه الأمر في 2013 لما تفاعلت السلطات السعودية. العجيب يا سيدي أن هناك عدد من الأمراء في السوشيال ميديا حاليا هم يغردون ويتحدثون عن عدالة اجتماعية، وهم يتحدثون عن زمن الحسم. هناك مجموعة من التغريدات كان مفترض أن أحضرها معي لعدد من الأمراء الذين يتحدثون على أن بلدنا فيها عدالة ومساواة، ويتحدثون عن كل مجرم ينال عقابه في زمن الملك سلمان، بينما هم أنفسهم من يغرد بهذه التغريدات هم ينالون مخصصات وهم يعيثون في الأرض فسادا، وهم يمارسون عدد من الجرائم دون أن تطالهم يد العدالة، ودون أن يستطيع يحيى عسيري أو أي مواطن آخر أن يتجه للقضاء ويرفع عليهم دعوة قضائية ويشتكيهم. أحد الأمراء يا عزيزي في حلقة تلفزيونية سابقة في العام 2011 كان معه أحد النشطاء، ذكره أحد النشطاء بجريمة ارتكبها فقام بتهديده في فندق الهوليدي إن في جدة، وهذا الأمير ربما هو يستمع للحلقة وربما هو أحد المغردين الذين أشادوا بالخطوات الحازمة على حد وصفه، وهو سابقا قام بجرائم مشابهة لما قام به سعود أهل سعود. نعم، ولكن يعني سؤالي الأخير لك، كيف تقيم العلاقة اليوم بين الحريات العامة والسوشيال ميديا في عالمنا العربي بشكل عام وباختصار لو سمحت؟ لدينا الرقابة على الحريات العامة هي رقابة مشددة جدا، يعتقل لدينا الأشخاص في السعودية على مجرد تغريدة. لولا أن هذه كانت فضيحة مدوية على الأسرة الحاكمة وعلى الملك سلمان تحديدا الذي وقع الأمر ضد الأمير سعود في عام 2013، لولا أنها فضيحة مدوية لما اتخذوا الخطوة باعتقاله. ولكن ما نقوله أن هناك أعداد كبيرة جدا من الأمراء يقومون بنفس هذا التصرف. الملك سلمان هو الحامي لهم منذ أن كان أميرا للرياض، هو حامي الأسرة، هو الذي يعطيهم هذه الصلاحيات، وهو من يشرف على مخصصاتهم، وهو من يشرف على هذه القدرات الخارقة لهم. يا عزيزي في العام قبل سنوات هذا الشخص قتل شخصا وخرج منها بأمر الملك سلمان، الآن هو مسلح وهو يملك الملايين كما كان واضحا في الفيديو، وهو يملك عدد من الأسلحة. لدينا يا سيدي هنالك أحد الأمراء يسميه بعض النشطاء بالأمراء السائبة، لديه حساب على سناب شات ويصور بشكل دائم إطلاقه للنار ويعني التلاعب بالأسلحة في الشوارع بشكل مخيف ومرهب جدا. نعم أستاذ يحيى، السلطة السعودية لا تتخذ شيئا مع هذا. أعتذر على المقاطعة، ولكن قبل ختام هذا اللقاء اسمح لي أن أذكر للمشاهدين أو أوضح للمشاهدين بالأحرى أنه خلال الأعداد لهذه المقابلة فريق برنامج اليوم اتصل بالسلطات السعودية للحصول على إجابة منهم وعلى الرأي الآخر طبعا حول كل هذه الأمور التي تحصل على مواقع السوشيال ميديا وهذا الموضوع، موضوع الفيديو تحديدا، ولكن لم نلقى أي جواب، لأننا عادة نأمل طبعا بالحصول على الاستماع إلى طرفي القضية. هنا ينتهي لقاءنا معك. شكرا أستاذ يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان على هذه المداخلة القيمة، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك.